اليوم نستذكر ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية داخل سوريا في أكثر من 217 هجوم داخل سوريا، ولا زال الخوازن البيضاء والدفاع المدني السوري والمجتمع داخل سوريا بالكامل ينتظر العدالة لهؤلاء الضحايا. ونحن ندعو كل دول العالم بأن تقف صفا إلى صف مع الخوازن البيضاء من أجل إنصاف هؤلاء الضحايا وإيقاف استخدام هذه الأسلحة عالميا. أنا كشاهد على مجزرة خان شيخون اللي استهدف فيها نظام الأسد الأحياء السكنية للمدينة بغاز السارين السام، لليوم ما بننسى المشاهد المؤلمة جدا اللي كانت هداك اليوم، ما بننسى الأطفال كيف كانوا عم يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، كيف عم يطلع الزبد من تمهم، هني عم يختنقوا جراء استنشاقهم هي الغازات وهن نيام. اليوم منجدد مطالبنا بمحاسبة نظام الأسد على جرائم اللي ارتكبها بحق أهلنا المدنيين في سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية واستخدام جميع أنواع القتل بحق الأبرياء.